عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم ميوزيك اند فود. هاد القناة ميوزيك اند فود هي عبارة على أي حاجة عندها علاقة مع الموسيقى. ولكن علاش الفود؟ فود كيما كتعرفوا أنا أرتيست خصو يكون كيعرف يطيب، واللي ما كيعرفش يطيب أنا كندير وصفات ديال الماكلة ديال لي زارتيست باش تعلموا تاكلوا طيبوا وتمشيو تخدموا مع راسكم. في الحلقة السابقة عطيتكم كيفاش كيكون ان كلوب، كيفاش كيكون ليزولاسيون، كيفاش كيكون لو تريتمون ديال لاكوستيك، الماتيريال، الكليان، دويل على كل شيء. اليوم بغيت ندوي لكم على واحد موضوع مهم جدا جدا جدا. هاد الحلقة غادي ندوي لكم على كيفاش تدير ان جروب بروفيسيونيل. غادي نبدا لكم من الاول. ان جروب كيكون يا اما ديجا مجموع ولا واحد كيجمعهم اولا جوج كيجمعوا ان جروب. هاد الفيديو غادي نعطي لي كونساي والطريقه تاع الخدمه، سواء تكون ان جروب بروفيسيونيل ولا تكون جروب اماتور، يعني يلا غادي تبداو. ولكن هاد الفيديو ما يصلحش لصحاب جيم سيشن. الوغ اول حاجه كنبغيو نديرو ان جروب ولا الجروب ديجا اكزيست، كاين جوج طرق. الجروب اللي يلا غادي يبدا كيحاول يجمع دي ميوزيسيان في المستوى ديالو، يعني في النيفو ميوزيكال اللي كيلعب به هو باش ما يلقاش صعوبات من بعد. ولا كيما معروفين حنا المغاربه ما كنبغوش يكون واحد احسن منا ولا الاخر واعر علينا. دونك من احسن كتلقى النيفو اللي كيلعب في حالك. وبالنسبة للجروبات اللي ديجا هما مجموعين وكيلعبوا لونسومبل، هاديك ما عندي ما نقول لكم غير الله يكمل عليكم، ولكن هاد الفيديو غيصلح لكم بزاف. اول حاجة كنكرييو في هاد الجروب هو باند ليدر، يعني شيف دوركستر. وإذا كان شيف أوركستر سيتادير ماشي هو الشيف ديالك، هو الباترون، هو اللي غيكون كيما كنقولوا ليها بالمغربية السبع. ولكن ولا بد خصكم تحيدوا ديك العقدة ديال هذاك الباترون ولا الشيف، هذه ما كايناش في الموسيقى. ألوغ منين كتنتخبوا نتوما على هذاك الشيف الأوركستر اش كديروا؟ كتجلسوا وكتجمعوا كتاخذوا كل واحد ستيل ورقه وكتكتبوا اون بلاي ليست اللي غادي تبداو تريبيتيو عليها. هاد لا بلاي ليست كيكتبها لو شانتور ولا كانت معكم اون شانتوز، وكيعطيكم لو باترون ديالكم في المحل اللي كتخدموا فيه، حتى هو كيعطيكم كلكو مورسو كيكونوا عاجبينه ولا كيبغيو الكليان بزاف. وعلاش لا مره تسولوا لي كليون اشنو كيعجبهم وتقيدوا داكشي وتخليوه في الريبيتيسيون الجايه. ولا بعد خطرات كيجي عندكم شي كليان تيقول لكم عافاك واش كتلعبوا لينا هاد الاغنيه فلان فلانيه، اش كديروا؟ كتمشيو كتقيدوها باش تخدموها من بعد، مهمة بزاف. من بعد كتجمعوا لا بلاي ليست كتعزلوا ثلاثه الاغنيات اللي غتبداو بهم الريبيتيسيون، وكديروا كلكم واحد لا دات امتى غادي تبداو الريبيتيسيون في هذوك ثلاثه الاغنيات. قبل ما تريبيتيو هاد ثلاثه الاغنيات خصكم تعطيو كل موسيقي الوقت اللي بغا، حيت راه ماشي ساهل باش يحفظ الموسيقي اغنيه، من اخص لي بيانيست. علاش لي بيانيست؟ البيانيست كيكون عنده الخدمه بزاف، خصو يدي شيفري لي زاكور ديال البيانو، خصو يدي شيفري لي زاكور ديال لي باد ولا كيما كنقولو لو فون، حتى هو ما خصو يريبيتي عليهم هادوك بوحدهم. من بعد كيخصو يريبيتي على لي سولو، لي سون اللي كيكونوا دي ميلودي كيكونوا لداخل كيتلعبوا بسانتيتيزور ولا بأورغان ولا بأي انسترومون اخر كيكون كيتلعب به، حتى هو خصو يحفظو. دونك شحال ما عندكم في لي
انسترومون ديال بيانيت داخل شحال ما كيطول عليكم شويه ديال الخدمه وهو كطول عليه شويه ديال الديشيفراج. والاغنيه باش كتحفظ كيخصها شويه ديال الوقت فحال كتفرج في شي فيلم ديال سبيوناج، خصك الاغنيه تسمعها وتفهمها كيفاش كتدور كيفاش كتلعب كيفاش السولو كيدخل شحال فيه ديال الميزور وغادي وغادي وغادي. فهاد الوقت ديال الريبيتيسيون ديال الموسيقي اشنو خصو يدير الموسيقي؟ خصو اول حاجه يدي شيفري لي زاكور ويختار لي سون اللي كاينين في هذيك الاغنيه. بعد راه كيكونوا لي كويفر يقلب عليهم يوجدهم، كيكون لي سون ديال سانتي حتى هو يوجدهم، لي سون ديال البيانو حتى هو يوجدو، كذلك الجيتاريست. الجيتاريست هو كتكون معاه في الدار بوندون لي ريبيتيسيون فاش كيبقى يريبيتي بوحدو، حتى هو كيدي شيفري لي زاكور وكيدي شيفري لي بوزيسيون ديال لي زاكور وكيصوب البيدال. كل اغنيه كيصوب لها البريسات تاعها، يعني كيقاد هاد الاغنيه فيها الكوروس كيجي للرفران كيكون بالديستورسيون، من بعد كيلعب الكوكوط كيكون فيها غير شويه ديال الديلي وشويه ديال الريفيرب وغادي وغادي. كيوجدوا هادشي كلشي قبل ما يمشي ريبيتي. الوغ الموسيقي وجد ثلاثه الاغنيات جا النهار اللي غادي نريبيتيو فيه، كنديرو ان رونديفو نهار اللي كتريبيتيو فيه بثلاثة السوايع كتلاقاو في شي كافي وما كتلاقاوش في البلاصة اللي غتريبيتيو ولا المحل اللي كتخدمو فيه. اشنو هو لافونتاج ديال كتلاقاو ثلاثة السوايع قبل ما تريبيتيو؟ اولا كتجلسو كتهضرو حيت هذيك الهضرة مهمة بزاف وحنا معروفين كنلقاو نهضرو غير وقت الخدمة. ثانيا كنجلسو كنشربو قهيوه كنتعرفو على بعضياتنا، شحال ما تعرفنا بزاف شحال ما كتكون الموسيقى كتخرج احسن. ثالثا كنقدروا نناقشوا المرسوات، كيفاش هذاك غادي كيفاش هادي، كناخذوا الافكار على ديك الاغنيات اللي غادي نريبيتيوها باش كنختصروا في الوقت تاع الريبيتيسيون. والحاجه اللي مهمه بزاف ومعروفين فيها احنا المغاربه هي كنجيو معطلين، سيتادير هذوك ثلاثه السوايع غادي يكون جا فيهم الموسيقيين كاملين تجمعوا في القهوه، واللي مشات عليه وقت القهوه هزوا الماء غادي نمشيو ريبيتيو. من بعد ما شربتوا قهوه وتذكرتوا واللي بغى ياكل ياكل كتمشيو تريبيتيو. في لي ريبيتيسيون كاينين بزاف تاع لي كونديسيون اللي خصنا نخدموا بها. اشنو هما؟ الوغ لي كونديسيون الاولى انتردي يكونوا معكم صحابكم وحتى واحد ما يجي معاه مرتو او الساطا ديالو. ولا كنتو خدامين بشي محل انتردي يكونوا الكراسان ولا الباترون ولا شي كليان جا عري يجلس ولا شي حاجه الله يخليك برا. الماكله ممنوعه، التليفون يطفى، فاش كنشعلوا الماتيريال كلشي ينقص الفوليوم أبار الميكروفون خصو يكون مجهد. وحاولوا كل موسيقي يكون عنده الميكرو ديالو ويحاول تهو يغني. علاش؟ باش كيحاول يدير لا تيغس الاخر كيدير لا كانت وكيديروا لي فوا فحال هو ها. هادو كلهم مهمين حيت الشونتور بوحدو ما يمكنش ليه يغني كلشي، وإلا ما كيكونش داك التيرس وداك الكورال كيكون شي حاجه ناقصه في الاغنيات. وبالباتور خصو ما يلعبش بلي باكيت، خصو يلعب بلي كنسميوهم بلي غود. هاد لي غود كيكونوا مصوبين بالقصب وكيتلعبوا بهم وما كيصدعش بزاف فحال الباكيت. الباتور خصو ولا بدي يكون معاه مترونوم. الوغ نقصنا بالفوليوم، درنا واحد او بيتيت بالانس، كنسمعوا لو شونتور مزيان، ديك الساعه كنبداو في الريبيتيسيون ديال الاغنيه. في الريبيتيسيون ديال الاغنيه كيكونوا دي ريغل كيفاش خصك تريبيتيهم. اول حاجه كيريبيتي الباتور مع الباسيست، كيدير مترونوم ديال المورسو اكزاكتومون وكيلعبوا لو بروميي كوبلي غير بجوج. الجيتاريست والبيانيست والشونتور كيبقاو جالسين كيتفرجوا. فاش كيريبيتي الباتور والباسيست هذاك الكوبلي كيلتحق بهم الجروب كيبداو معاه الريبيتيسيون تاع الكوبلي بوحدو، كيلعبوه على الاقل واحد 6 7 خطرات هذا غير كوبلي. ديك ساعه
اشنو كنديرو؟ كنبغي نمشيو للرفرا، ما غاديش نريبيتيو على الرفرا، كنريبيتيو على ان كوبلي مره واحده باش كنمشيو للرفرا، كنشوفو كيفاش غنتقلو من الكوبلي للرفرا باش ما يعطيناش واحد الضجيج. دونك كنتفاهمو بيناتنا، كنديرو هذاك لو بون، لعبوه اون سول فوا وكنمشيو ديريكتومون للرفرا وسمعو كي غادي يخرج. حتى هذا كنريبيتيو عليه واحد ربعة حتى الخمسة خطرات. أبخي كنمشيو للرفرا، الرفرا كنخدموه بوحدو، تا هو كنعاودوه واحد ستة حتى لسبعة خطرات، عاد كنوقفو. أشنو كنديرو ديك الساعة؟ كنحاولو نلعبو واحد الفينال، الفينال إلا عجبكم ديال لوريجينال كتلعبوه، ما عجبكمش كتشوفو مع شاف دوركستر او لا لارانجور اللي كيكون معاكم. هاد القضيه تاع لارانجور ماشي ولا بتخص يكون للشاف، يقدر يكون اميور ميوزيسيان اللي كي في الجروب، يعني اللي كيعرف يسمع ولا فايتكم بالموسيقى ولا كيما كيقولوا هو اللي كيسمع مزيان، هو اللي كيدي شيفري لي زاكور وتيلي يقول لكم لا هنا راه لا باس لعبات بحال هكذا، لا هنا البيانيست لعب بحال هكذا. ديك الساعه ماشي مشكل الا وراكم صافي بليزير، حيت الواحد الا وراكم شي حاجه راه مصلحته وفي مصلحة الجروب كاملة. دونك كنتفاهموا على واحد الفينال، علاش؟ حيت الانترو والفينال هما اهم حاجه في الاغنيه، كيفاش كتدخل كيفاش كتسالي، كما كنقولوا بلونغلي ستارت جود يو فينيش جود. الوغ من بعد كنريبيتيو على الانترو، كنوجدو حتى هو عجبكم الانترو ديال الاغنيه كنحطو هو، ما عجبكمش كنحاولوا نختاروا حنا شي انترو عاجبكم كاملين كتفاهموا عليه، ولكن انتردي كل شي يهضر، واحد اللي خصو يهضر. وفاش كنكونوا كنلعبوا كنريبيتيو، الى قال لكم الشاف ولا شي واحد في الموسيقي كنستعملوا هذه هي عفاكم السيلونس، حبسوا المرقه، كل شي خصو يوقف، والى وقف كل شي يعني كل شي خصو يوقف، ماشي شي واحد كيهضر والكيتاريست كيبقى يصولي ولا الباتور كيبدا يلعب. الى حبستو الموسيقى حبس الموسيقى توتال، الباتور كيحط لي رود، البيانيست كيربع يديه، والكيتاريست كيحيد الميدياتور كيشدها عنده، والشانتور كيبعد على الميكروفون كومسا باش نسمعو كل شي الهضره اللي كتخرج، حيت هذيك الهضره اللي كتكون كتهضر والاخر كيلعب بالموسيقى كيدير لك الضجيج في دماغك، هادي سيكولوجيكمون كتضرك بلا ما كتعيق. في لي ريبيتيسيون خصكم تعرفوا بانكم راه كتريبيتيو. اشنو هي ريبيتي؟ هي ريبيتي ريبيتي ريبيتي، عاود 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 عاود، هادي كتسمى كتريبيتي. فاش كتجي تريبيتي راه خصك تعرف راسك ما جايش باش تبان راسك راه كتلعب مزيان، لا خصك تقلب على لي زيغور اللي كدير، سوا كيكونوا لي نوط ماشي هما هادوك، سوا كيكونوا لي زاكور غلط، سوا كيكونوا لي بوزيسيون ديال لي زاكور ماشي هما هادوك، سوا الباتور كيكونوا لي غروس كاست ماشي هما اللعب ديالهم. الوغ اللي عارف شي حاجه كيتناقش ديك الساعه وكنحيدو هذاك الشيء حتى للسواري، عاد ديك الساعه كنلعبو بور لو بليزير بوندون لا سواري. الوغ الجروب واجد، يعني ريبيتا مع راسو وجد كل شيء هو هذاك. اشنو باقي لينا؟ خصنا نمشيو نلعبو لايف حدا الناس. الوغ فاش كتمشي تخدم لا علاقه مع فاش كتمشي تريبيتي، ولا علاقه الا غادي تمشي تشرب قهوه مع صحابك. لي كونديسيون ديال الخدمه ديال الجروب خاص ولا بد يكونوا هما موجدين لي تونو ولا اللي كنسميوهم اوتفيتس او لا دريس كود. كاينين المحلات بحال بار اكزومبل لي زوتيل، بحال لي سواري ديفينمون، بحال لي غالا لي زانيفيرسير، هادو كلهم الجروب خاصو يكون لابس تونو. شنو هو التونو؟ تونو هو كتفاهموا الجروب كاملين على لبسه وحده والكولور واحد، اما جين كحل مع قميجه بيضاء، او لا جين زرق مع قميجه حمراء، او لا كل شيء نوار، هادشي كل شيء كيتسمى تونو. وعلاش بالضبط تونو؟
أول حاجة الجروف فاش كيلعب لايف الكليان اش كيلاحظ؟ كيبقى يشوف موسيقي بموسيقي، كيشوف لي سروالو، كيشوف لي قميشتو، كيشوف لي سباطو، وكيشوف لي كل شيء داكشي اللي لابس. ديك ساعة كيبان الموسيقي الشخصية تاعو باللباس ديالو. اش كيبان؟ كاين اللي كيجي لابس سروال بشرق، كاين اللي كيجي لابس صندالة، كاين اللي كيجي لابس تيشيرت، كاين اللي كيجي لابس ديباردور. كل واحد اش كيبغي يلبس. هاديك ممنوعة، خاص الكليان ما يعرفش الحالة ديال الموسيقي. وأو ميم طون الكليان كيعرف بأن هذاك عنده لوغو زوين، هذاك لاباس عليه، هذاك حازق، هذاك. دونك حنا الجروب واحد، خصنا البانو واحد، إما في القضية تاع لي كلوب ولا لي بار بحال هكدا، يقدر يلبس الموسيقي اللي بغا. وديك الساعه ماشي مشكل. علاش؟ حيت كيلعب شاك سوار، وهذاك سي تان كلوب، دونك ماشي مشكل في هذه الناحيه هذه. الوغ من بعد خاص الموسيقي ديما يجي البلاصه اللي غادي يخدم فيها على الاقل واحد ساعه. علاش؟ باش يجلس يشرب قهوه مع راسو، يهبطوا ليه الاعصاب تاعو، ويولف داك الطقس اللي فيه هذيك الليله. ولا كان عنده شي مشكل في الدار ولا في شي قهوه ولا مع شي واحد، كتمشي ليه في هذيك الساعه كيولي كالم، وكيلعب بالليل ترانكيل وسمايل. في لي بروميير سيت كنلعبوهم ديما ناقصين. علاش؟ حيت الكليان يلا كيكون جا ولقت يلا كيكون جاي. الكليان فاش كيكون يلا جاي تا هو راه فحالك، تا هو كيكون عنده شي مشكل في الدار ولا كان في الخدمه، عنده لو ستريس. دونك ملي كيجي وكتلعب ليه الموسيقى في الاول بجهده، كتزيد ليه الاعصاب وكتزيد ليه المشاكل في دماغه. دونك خصك تبدا ديما ناقص بزاف، وما حتو هو كيطلع وانت كتطلع معاه بشويه بشويه. ماشي انت اللي كتمس الفوليوم، لانجينيور دو سون هو اللي كيزيد في لي فاساد. داكشي على حسب لامبيونس. الوغ ملي كنساليو لو بروميير سيت تاعنا كنديرو واحد اون بوتيت بوز ديال 15 مينوت، ولا على حسب لو بروغرام ديال لا سواري. كنجمعو الجروب كلنا وكنمشيو نجلسو فواحد الطبله بجموعين، وكنتسناو السيرفور يجي يسربينا. ماشي كل واحد كيمشي للبار والاخر كيمشي لعند غارسون، لا، كنبقاو جالسين في الطبله وخص غارسون يجي يسربيكم. هو اللي اوبليغاتوار باش يسربي لكم لي كونسوماسيون ديالكم ويسبقكم نتوما الاولين. علاش؟ حيت نتوما يلاه ساليتو، دونك يقدر يكون فيكم العطاش، يقدر شي واحد دار راسو باغي شي قهيوه ولا شي حاجه، دونك خصو يسربيكم نتوما الاولين. اولا لا بوز كتكون عندكم فيها غير 15 دقيقه، دونك ما غاديش تقدكم حتى باش تمشيو للطواليت. ولكن الطواليت كنمشيو ليها فاش كنجلسو من لابوز، ماشي حتى نقربو نطلعو لاسان. الوغ سالينا لا سواري ديالنا ترانكيل، كلشي نشاط، كلشي شطح، كلشي عجبو الحال. كنجلسو كناخدو واحد اون بوز ديال 20 مينوت، كنمشيو اللي بغا يمشي للطواليت، اللي بغا يكبي شي كارو، اللي بغا يشرب شي قهوه. كنجمعو الماتيريال ديالنا بشويه علينا وكنمشيو في حالاتنا. وفي هذه اللحظه حتى انا ساليت من هذا الفيديو. اللي عجبو هذا الفيديو ما ينساش يدير ليا لايك ويبارطاجي مع اصحابو باش هما يستافدو معانا. واللي باقي ما مشاركش معايا في القناه يورك على سبسكرايب باش يوصلوا الجديد. والى الحلقه القادمه ان شاء الله.